تابعت معنا كمناظر إعلامية الدورة العادية لمجلس جهة الشرق واللي كتنعقد في ظل الهمة التضامنية ديال الشعب المغربي بخصوص الكارثة ديال الزلزال في جهة مراكش وسوس نسا. وطبعا كانت جهة الشرق سباقة في دعم هاتين الجهتين من كوبتين مجلسان وكذلك حتى جمعيات المجتمع المدني اللي يشهد لهم بأنه جهة الشرق كانت من جمعيات المجتمع المدني اللي وصلت لمختلف الدواوير اللي قاسها الزلزال. الدورة هذه كما لاحظتوا هي دورة ديال الميزانية، وكما استمعتوا للتقارير ديال اللجان أن الميزانية ديال الجهة وصلت ل 767 مليون درهم، وكذلك الفائض التقديري اللي برز له يقدر بحوالي 540 مليون درهم اللي غادي كما لاحظتوا درناها في مجموعه من المشاريع اللي عندها علاقه باتفاقيات شراكه اللي درناهم سابقا واللي عندها علاقه ببرنامج التنميه الجهويه. من بين المشاريع النقاط الاساسيه اللي ناقشناها اليوم يتعلق الامر اولا بدعم المحاور الطرقيه ديال الجهه ديال الشرق، وكما استمعت السيد الرئيس بان جهه الشرق من واحد العامين غادي تكون توفر على شبكه ديال الطرق جد جد مهمه اللي غادي تساهم في التنميه وغادي تواكب ميناء الناظور غرب المتوسط. كذلك من بين النقاط اللي ناقشها اللي عندها جانب اجتماعي هو دعم الجماعه الترابيه في مسائل وسائل النقل، النقل المدرسي، النقل الرياضي، كذلك الشاحنات الخدماتيه ديال الجماعه الترابيه، لان عندنا طلبات كثيره من الجامعات اللي ممكن غادي نحاولوا نعاونوهم بهد كجهه. كذلك كانت قرارات تتعلق بالشركه التنميه الجهويه اللي اعطاني لها مجموعه من الصلاحيات، صلاحيه تدبير المرآب ديال الاليات، صلاحيه تدبير منصه ديال تدبير المنتوجات المحليه، وكذلك المشاريع اللي عندنا مع الجامعات ديال التاهيل الحضاري. الدوره كذلك عرفت مناقشات ما يتعلق بالتعاون الدولي، ما يتعلق بالطلبه الافارقه اللي عندنا معهم اتفاقيه مع الجهات ديالهم اللي غادي نحاولوا ندعمهم سواء في المنحه او على مستوى الإيواء باش نحصلوا لهم ديك المشاكل اللي كانوا عندهم. بصفة عامة أن هذه الدورة حققت الأهداف ديالها، وكما قال لكم السيد الرئيس أن حتى في التدقيق ديال الميزانية أنه كاين مسألة الشفافية، كاين الحكامة الجيدة في تدبير مجلس الجهة، وانتم كتبعوا معنا جميع العمليات وجميع الأنشطة اللي كنديروهم وكتلاحظوا بأنه أشك وكاين إبداع وكاين اقتراحات في هذا المجال. أختم القول بأن المستقبل ديال المرآب ديال الآليات سيتحول إلى مركز جهوي للإغاثة بناء على التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة بإحداث على مستوى كل جهة واحد المركز ديال الاستباقي ديال لا جيستيون دي ريسك ديال الكوارث الطبيعية. دونك باسم السيد رئيس الجهة كنشكر مختلف المرابط الإعلامية اللي كتغطي معنا هذه الأنشطة، ونتمناو نتلاقاو في فرص أخرى إن شاء الله. السيدة غير ممكن أنه وقعت الجهة اليوم على صادقت على مجموعة نتاع المشاريع خاصة بالمقاول الذاتي، والأغلبية نتاعها تبع الإقليم الوجدة مش الأقاليم الأخرى، ما فيهاش مقاولين ذاتيين. مزيان فكرتي، لأن من بين المشاريع اللي صدقنا عليهم هو الدعم ديال هاد المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى والصغرى جدا على مستوى الجهة. هذه كتم كما قلت لكم في إطار واحد اللجنة فيها مجلس الجهة وفيها السيرئي بناء على الطلبات اللي كيجيو وبناء كذلك على واحد الكريد شارج. تمت دراسة جميع الطلبات اللي كاينين، وهذه الدفعة الأولى من هذه الطلبات، وراه كاين دفعة ثانية يتم دراستها على مستوى هذه اللجنة، وإن شاء الله جميع الأقاليم غادي يستافدوا.